ما رأيكم في من يقول هذا؟ ولماذا لم تردوا عليه في نفس هذه الأجهزة؟ جزاكم الله خير. هذه مسألة خلاف بين العلماء، منهم من قال إن عونه عورة ويجب ستره على الناس، وهذا هو قول الصواب والإنكار والحق أنه عورة وعنوان المرأة وأبرز ما يدل على محاسنها أو على قبحها. ويدل على هذا قوله سبحانه: وإذا سألتمون متى فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن. قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. وقال آخرون: ليس من الزينة ولا بأس بإخراجه لأنه بحاجة إلى إبرازه. واحتج بعضهم على بقوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: ما ظهر منها هو الوجه. وهذا يروى عن عباس وبعض السلف، والصواب أن ما ظهر منها هو الملابس كما قاله ابن مسعود وجماعة أخر من العلم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. ولم يقل إلا الوجه والكفين، بل عمم. وقال في الآية الأخرى: وإذا سألتهن فاسألوهن من وراء الحجاب. ما قال إلا عن الوجه، قال من وراء الحجاب وأطلق. ثم قال: ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن. بين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، الرجال والنساء. أما الرد فقد كتبنا ردا وكتبنا ردا وكتب غيرنا، والمسألة معروفة عند العلماء. نعم. حديث عائشة. نعم. ليس عائشة في بلغة المرأة المحيط لم يضل. هذا حديث أسماء، هذا حديث أسماء بنت أبي بكر ضعيف، ليس بصحيح. جاء عن أسماء بنت أبي بكر، عن عائشة من حديث أسماء، من قصة أسماء بنت أبي بكر أختها، أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. احتج به من قال بكشف الوجه، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابو داود بإسناد منقطع عن عائشة. وفي إسناده أيضا رجل ضعيف، قال سعيد بن بشير ضعيف لا يحتج به. والذي رواه عن عائشة لم يسمع منها، وخالد بن دريك لم يسمع منها ولم يدركها، مع علة ثالثة أيضا وهي عنانة قتالة وتدليسه. ففيه ثلاث علل كله توجب عدم صحته. نعم. ولو صح لك أنا فيصل. نعم. لحق بين الركب تغطينا أو هذا صريح فيه. أي نعم. حديث عائشة في الركب. حديث عائشة. كانوا معه في النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال كنا نكشف وجوهنا في يدنا من الركب وسدنا خمارا على وجهه حتى يبتعد. كذلك حديثها في قصة الإف. قال: لما سمعت استرجاع القربان حمرت وجه، وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنه بعد الحجاب صاروا يخمرون الوجوه ويسترونها، وإنما كانت تكشف قبل الحجاب.